paintings is a form of art, and on the other side is a way that allow you to express, to be creative, and we see that often is a way to get in touch with other culture, other people, and that it is easier to share ideas, maybe drawings, rather than talking or going to a conference. So for us it is nice to see the artistic side and this intercultural exchange. Tim, you will talk shui about the theme, the neighbor, and how we live with the neighbor. لأنه اخترنا موضوع الجار. شو هو النيبر؟ لأنه المسج اللي بدنا نوصله دينيتي ريسبي احترام ودينيتي والكرامة بين الناس بين بعضها. كل الحياة جيرة وكيف نتعامل معها بالصف بالطريق بالعيلة، يعني الواحد مع الآخر. بعتقد كل الحياة بتكون معاملة مع الآخر، وتنعطي مساج أنه كيف واحد يقدر يتعامل مع الآخر. فبقى قصصنا فيها تكون طريفة، فيها تكون دراماتيكية، وفيها تكون حقيقية ورياليستيكية. انتو بتنقوا شو عبالكن. القصة اسمها سينوبسيس، بتكون تكتبوا لي قصتكن هلا، بس رح وزع لكم ورق وتفكروا اي قصة عبالكن تخبروها بهالموضوع، بتكون تكتبوها بس بعشرة او خمستعشر سطر. The project that we ran in 2012 was specifically targeting youth inside Lebanon, and the idea was to run activities also outside Beirut involving youth in Tripoli and in Baalbek. We had some workshops, and one of the main theme was the idea of the neighbors. So the youth express their vision through comics of neighborhood. It is important to have the youth experiment their feelings and their idea through comics. They can also communicate a lot to the society and to the other citizens. يكون في ولدين عايشين بنفس الطابق. سمير كل يوم بيضوي الموسيقى وبيحط موسيقى صاخبة، وكل يوم كيسيل هيك، ولا يدرس ما يخليه يكتب منيح ومركز. مرة بطلت اسمع هذا الصوت من عنده، استغربت ورحت بلشت اسأل عنه. طلعت على البيت ما حدا يجد، سألت عنه قام طلع انه عامل حادث سيارة مع اهله وهو بالمستشفى. زعلت عليه بالرغم من كل شيء اللي كان يعمله معي. رحت عنده تطمن عليه وعملته منيح باحترام. شعر بالذنب والإحراج، ومن هيدا الوقت ما رجع يطلع شيء. القصة بتحكي عن بنت اسمها سلوى بدها تطلع تزور قرايبينها ورفقاتها بالضيعة. بتاخذ تاكسي وهني بالطريق ببلشوا عنا بالمنطقة دايما في مشاكل، دايما فيها ركاب مزعجين. ببلشوا يحكوا عن المشاكل وبصوت عالي، والشوفير مدور الميوزيك على الأخير. عم بتقول له إنه إذا بتريد ممكن تخفف صوت الميوزيك شوي. ما بيعجبوا حكيها، بس آخر شيء بنوصوا، بس ما هو مبسوط من الحديث إنه شو بنت تطلب منه إنه ينوص الصوت وهو رجال ما بيقبل فيها. السيني هو فن كتير مهم، سي لو نوفيام آر، هو من أهم الفنون لأنه بيجمع كله سوا. رح نقول بون ديسيني، بس تنقول سيناريو يعني كتيبة وليتراتور، بيكون عندكم نفحة كتابة مزبوط، فيو كتابة مزبوط. بس تنقول جرافيسم وكيف بدنا نكتبه، تايبوغرافي فيو جرافيسم وتايبوغرافي مزبوط يا ملأ. فيو الرسم لو ديسان لازم يكون مزبوط، وفيو شيء من السينما لأنه نحسيته هو مشهد
مشهد وكاميرا ماشي براسك لازم يكون مركب بكاميرا يعني هي بس ترسمته هون ورجع مشي لهون ورجع فات بالغيبة ورجع وصل لهون كأنه بعيونه وبراسه في كاميرا ماشي وعم ترسم في كاميرا فيه كتير من الموفي والفيلمينج فيه كتير كتير سينما مشان هيك بيقولوا لا باند ديسيني سي لو كارفور دو بليزيورز ار في جو حماس فينا نوصل رسالة بدل ما نوصلها بطريقة انه ما تنقبل ما تكون منيحة من قبل نحن معترضين عليهم بنوصلها بهالطريقة البسيطة الطريقة السلسة بطريقة كاريكاتيرية انه ما تأذي حدا ما تتعرض بالإهانة لأي حدا نفس الوقت نحن نكون اخرنا حقنا وصلنا رسالتنا يعني نحن أول شيء كنا عم نفكر بهذا الوركشوب انه نوسع أكتر يعني مثل ما كانوا عم يحكوا انه المواهب بدهم يطلعوا المواهب فاجوا لعنا على طرابلس فمدام ريتا قال انه هي بتحب طرابلس ويعني ما بتحب المركزيه كثير تبعت العاصمه وبتحب توسع العمل اكثر شيء مشان او اكثر شيء نشوف المواهب نتعرف على المواهب was in the beginning a little bit problematic to organize the workshop in Tripoli because some accident brought us to delay some of the workshop, but in the end we were able to organize it and the people there was very, very enthusiastic of participating. And it was important also for them to get in touch with young artists that are in Beirut. It is interesting that after the workshops, these people continued to meet. They started a group that do sketch and comics by themselves. So they gather people that maybe is partially interested or want to explore other techniques of drawings. They're willing to continue to try to use comics as a tool for social involvement. بالكوميكس ووركشوب كانت مجموعين عالم من كذا مطرح من كذا جامعة كان الجو كتير حلو على فكرة وكتير انبسطت لأن تعرفت على ناس هلأ صاروا عم يجوا على سكتش جام سو هالفكرة انه كل المستويات من البرو للأماتور يقعدوا ويرسموا مع بعض فور انسبيريشن كمان كرمال يستفيدوا وتاني شغلة كمان كنت حط مخي انه اجمع كل العالم من كل المطارح يعني اللي عم يجوا من الشمال ناس من جنوب من جبل لبنان من جوني من جل الديب كله عم يجوا صار في نوع من الكونتاكت مع different kind of artists different areas different styles different صار في هالشيء حلو The final event of the project had to be the festival that had to be held on the 20th of October. Then the bomb attack that hit the country in Lebanon and Beirut in particular was a dramatic event that obviously had consequences on our program. We immediately tried to understand in the very first hour after the event, we tried to understand how to react and how to change our program. The following days, the situation in the city didn't allow us to run the program as scheduled, but even ourselves, we were not feeling that we should run the same program as nothing had happened. So we decided anyway to try to do something, because the idea was that artists should not just shut up in front of these kind of things, even if it was not possible to make something that was funny and a big happy moment. So anyway, we had international artists coming, and also for them was quite a jump in a reality of the Middle East that sometimes happens, we know, and so for them was quite a strong experience to arrive in Beirut just after the bomb, but they shared the feeling with the youths they met, and they tried to understand deeper a reality that's often even in our countries arrive just as stereotypes or something that is not really clear.
It's the second time that I'm in Beirut, and I was really in love with the town the first time that I came here. I think it's a beautiful place and very vibrant. I like the energy and the people, very nice people. And they also remind me somehow of the people from my country. It's unfortunately a lot of problems. So it's sad that something like that is going on in both of our countries. But in other way, it also is saying that people are more, people are stronger than their systems and their politics. تفاجأت كتير كتير انبسطت وتفاجأت يعني كتير انبسطت انه القصة وصلت لقلوبهم للجنة يعني وقدروا يعني هيك حبوها يعني حلو الاحساس تروح على اي تريوة على مهرجان دعوة لمهرجان لوكا بإيطاليا انين اربعة ايام الرحلة وحن لذيذة من سنتين فاتوا رحت في فرنسا في مهرجان انجولام وشفت شباب كتير عاملين مجلات مستقلة وانا كان عندي الفكرة من قبلها ولما رجعت كلمت اصحاب رسامين اصحابي يعني وكان في ناس منهم ما عرفهمش تعرفنا على بعض وكله ومن هنا نشأت مجلة توك توك سنة 2010 وبس شاركنا في مهرجانات في مهرجانات عالمية يعني في كذا دولة في المغرب في ألمانيا في هولندا بالنسبة لي أنا مش حاسس إن القصص المصورة أو الكوميكس هي جديدة قوي الفكرة بس إن الناس ما عندهاش الثقافة بتاعت القصص المصورة قوي يعني إحنا كلنا بنقراها وأهلي أبويا وأمي كانوا بيقروها بس ما كانش في فكرة التوصيل ما كانش في نوع من التواصل بين الأجيال فنضطر إحنا لما نطلع تاني في سنة 2000 وحاجة كأننا بنبتدي من جديد خالص فاللي احنا كنا بنحاول نعمله دايما في المجلة مثلا ان احنا نكتب عن الرسامين القدام وعن الاصدارات القديمة بحيث ان يكون في دايما كوبري كده بين الاجيال Ready for rock and roll? Here for everybody directly from Portugal, Rita Braga!